مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تافي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا للمرة اخرى استاذ حكيم، استاذ لياقة البدنية، يعني من بعد الاقبال الكبير على المدارس الكروية وثقة الاباء في الاطر الوطنية، وكذلك الشباب والشبان اللي ولاو بغاو يمارسوا كرة القدم ولاو بغاو انهم يولوا لاعبين، اننا شفنا الانجاز اللي حققوا المنتخب الوطني وكذلك ازدهار الكرة الوطنية، هادشي اللي خلى العديد من الشباب انهم يلتجؤوا لهذا نقدر نقولوا انه دومين اللي ولا حاليا كيتجهوا ليه جميع الشباب. سي حكيم، هو وحنايا بعد الانجاز التاريخي يعني خلى واحد الاثار عند الشباب وكذلك عند الاباء باش ان يقيدوا وليداتهم في كره القدم. صحيح، بالنسبه للانجاز اللي حققوا المنتخب الوطني في مونديال قطر، هي القضيه ديال الناس التجؤوا الابناء ديالهم باش يلعبوا فراقي وباش يمشوا في الميدان ديال الكره، فهي كانت من زمان، لان حتى المغرب معروف، شعب معروف بالكره، شغف الدراري بالكره، كلشي باغي يلعب الكره، غير هي المساله ديال الوقت اللي المنتخب دار داك الانجاز في قطر. الاباء بزاف بحال قلت لك المجهود تضاعف، الناس بزاف ولات باغا الابناء ديالها تلعب الكره وتكون في احسن مستوى، وحتى الاطار الوطني المغربي اللي حقق داك الانجاز خلى الناس تثق في الاطر الوطنيه المغربيه. واحد الوقت ما كانش هاد الثقه بزاف، دابا الان ولاو الناس كتثق في الاطر الوطنيه، باش تثق في الاطار العمل ديالو، الا كان العمل ديالو يعني في المستوى الناس كلها كتلتجئ ليه وكتبغي تخدم مع الوليدات ديالها. والمدارس بزاف دابا، الاكاديميات، المدارس ديال الكره في الاحياء كلهم تقريبا ولا عندهم واحد الاقبال كبير، وهذا الشيء كيبشر بالخير، لان حنا كنبغيو الاطفال يلعبوا الكره وبيبعدوا المسائل اللي كتكون في المستقبل، مسائل ديال المخدرات وداك الشيء، لان الكره الرياضه ضد المخدرات. يعني قبل سي حكيم اكيد يعني كنتي كدرب الوليدات، ويعني منذ الصغر ديالك واش كتشوف على ان الاقبال متضاعف قبل يعني ولاو بزاف ديال الشباب كيتصلوا بك يقولوا بغينا نتريني وبغينا ندربوا؟ صحيح، مش حال هذه، قبل من المونديال ديال قطر كانوا الناس بزاف كتبغي تريني، كاين الشباب، انا كما قلت لك المغرب بلد شغوف بكره القدم، الشباب بزاف باغا تلعب الكره، كاين اللي ما عندوش امكانيات باش يلعب الكره، وكاين اللي ما لقاش كما كنقولوا حنايا ما لقاش اللي يساعدو، لان بزاف الناس دابا مثلا بغيتي تمشي دوز تيست مثلا في الوداد او في الرجاء او في اي نادي، فكيخصك ما بقاش كانك تدخل دوز تيست عادي، خصك تجيب واحد الورقه واستماره فيها المعلومات ديالك وفيها التزام ديال الاب ديالك، يعني ولا شي حوايج اللي صعاب اللي خص الانسان ضروري يوقف معك شي واحد. ودابا حاليا الحمد لله كما قلنا من الانجاز ديال قطر، هادشي زاد ضعف كلشي ولا بغي يلعب الكره، وانا بالنسبه لي انا عليا قبل كثير من شحال هذه، وحتى دابا كلشي باغي تريني كلشي باغي بريباري، حنا كنديروا المجهود ديالنا، والاطر المغربيه كلها مشكوره، كاع الاطر اللي كتخدم في هذا المجال ديال التاطير الرياضي بالنسبه للاطفال وكذا، فهم مشكورين على العمل اللي كيديروا، ونتمنوا ان شاء الله يكون فيه الثمار ديالو من هنا لقدام ان شاء الله. حكيم، بغيتك تكرر الحكم ديال انك قريب من الاباء اولياء امور ديال الوليدات، ملي كيجيو عندك شنو كتشوف في الاباء ديالهم؟ يعني كيكونوا مامنين بالقرار ديال وليداتهم؟ كتكون رغبه شديده، لان كيكون الاب هو الاول كيامن بولده، حيت الاب هو الاول اللي كيامن بالولد ديالو، كيشوف ولده فيه ديك النغزه ديال انه غيلعب الكره، غيمشي بعيد في الكره، لانه هو اللي كيعاشرو بزاف واللي معاه في الدار واللي كيعرفو، يعني الاب كيشوف ولده، سيرتو لك الاب داز كويري وما لعبش الكره، والله سبحانه وتعالى كيرزقو ابناء في مستوى كيشي تلقى واحد موهوب من عنده، كيقول بان ولدي خصو يلعب الكره، يعني كيثيق في ولده، يعني الاب هو الاول كيثيق في الولد ديالو. ولكن كما قلت لك العمل، الانسان الا خدم وكذا غيلقى الثمار، ضروري العمل الجاد باش انسان يوصل، وان شاء الله يكون خير للجميع. صراحه شنو حكيم، شحال هذيك اللي كنشوفوا بزاف ديال الناس متخوفين على الابناء ديالهم، اللي كنا كنشوفوا واحد الظاهره ديال المخدرات، الحمد لله دابا الظاهره نقصات بشكل كبير، يعني شنو تقول لهاد الشباب اللي مقبلين على عالم كره القدم؟ اللي كنقول لهم هو ان الانسان خصو يستمر في الاجتهاد ديالو، والتزم مع الله اول حاجه، الصلاه، لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، الانسان الا قرب الله سبحانه وتعالى وكان مع والديه مزيان كان مرضي الوالدين بهذا المعنى، يعني جوج حوايج كيخدموا، الصلاه ورضاه الوالدين، الا كان هكا وكيقرا الدراسه ديالو وغادي مزيان، فكون على يقين اننا غادي نشوفوا شباب وغنشوفوا جيل صاعد في المستوى العالي،
اما اذا كانوا الاطفال كيمشيو للانحراف وكتلقاه مع والديه خايب وما كيصليش وكذا، فكون على يقين ان غيكون عندنا شباب دون مستوى. حنا اللي كنتمناو ان الشباب ديالنا يرتقي، قد ما ارتقينا غنزيدو لقدام. يعني الا ارتقى الشباب وشاف طموحات ديالو، كل واحد يامن بالطموحات ديالو، ما عمر انسان يقول لا انا واخا نلعب ما غن... لا، دير الجهد ديالك انت والكمال لله سبحانه وتعالى، الا درتي المجهود ديالك ربي سبحانه وتعالى غيسر لك. يعني هذا هو السؤال ديالي حكيم، ان بعض الشباب كذلك كيكون الطموحات ديالهم كبار، تيقول لك لا انا خصني نلعب في الرجاء، خصني نلعب في الوداد، خصني نلعب في الجيش، بينما كاينين فرق الفرق تقدر تبدا منها وتبقى قطعة. هذا خطا، هذه صحيح، هذا السؤال هذا في محله، لان كاين خطا كبير عند الشباب كيبغي يبدا ينقز. ما كنقول في حد مفهوم هذا، الناس خصك تطلع درجه في السلم، ما تطلعش وانت غتنقز، تنقز تقدر تطيح، خصك تمشي درجه. والكرة القدم فيها المبادئ ديالها، فيها بزاف الحوايج. يعني الانسان بغيتي تتعلم الكره خصك تبدا من الزيرو باش تعرف القواعد ديال الكره، الكونترول، الباس، الكوندويت، يعني غتبقى في مراحل باش تقدر تمتلك دوك الاشياء وتحاول انت تبقى تمارسهم وتحاول انت تخدمهم باش تكون انت في مستوى. يعني خصك تبدا من الزيرو تلعب في الاحياء، كاع لعبنا في الاحياء، لعبنا في الجمعيات، مي كتلعب في الاحياء كتزيد، مي كتزيد كتشوف فرقه مثلا وداد، رجاء، اي فرقه في المغرب كتشوفك كياخذوك، كتمشي تلعب مينيم، تلعب كادي، تلعب جونيور، كتبقى غادي في السلم تصاعد غير بشويه بشويه. يعني الا مشيتي بشويه راه غتوصل، اما الا مشيتي بسرعه كون على يقين انك غادي تطيح. ما كنتمنى ان الدراري، هذه المساله اللي قلتي صحيحه، خص الانسان يتريط ويامن بالقدرات ديالو وتثق في الله سبحانه وتعالى. هو اول شيء وتثق في الله، لان النصيب ديالك غتاخذ. كيما قلت لك ديك المره في الحوار اللي سبق، ماشي كلشي غيلعب الكره، راه هي عندك واحد انت كتحس براسك، ولكن الا ما كتبش لك الله يلعب الكره ما غتلعبهاش، باش نكونوا واقعيين. غير هو الانسان يامن بالقدرات ديالو ويتجاوز مصاعب ديال الدنيا وديال الحياه، وان شاء الله غادي يكون خير. حكيم، بما ان عندك قرابه كبيره مع الاطفال، واش كتشوف على ان كاين المواهب الكرويه في المغرب؟ موجود المواهب، انا كما قلت لك في الاول، البلد المغرب شغوف في الكره، عندنا دراري موهبه كبيره صراحه. انا كنتلقى بزاف، مثلا كنهضر مع انسان في الانستغرام ولا في الفيسبوك ولا في الواتساب، شباب كيقول لك انا باغي ندوز تيسا والاستاذ وقف معايا، باغي انا عارف راسي عند الطانو، هو مآمن بالقدرات ديالو، كيقول لك انا ما لقيتش اللي يعاونني، ما لقيتش، يعني هما محتاجين غير ديك المساعده. هذا الشيء هو اللي صعيب دابا، الدراري كتلقاه كتهضر معاه كيقول لك انا كواري وكذا، وبزاف الدراري انا عرفت صراحه مشاو للانحراف بسبب هذه العقليه هذه ديال اننا ما كاينش اللي يعاونني، ما كاينش كذا، وكتلقاه كواري وطاع ضاع. علاش؟ حد ضيع راسو، مشى ديك المستوى اللي ما خصوش يمشي ليه. داك الشيء علاش حنا هذا المنبر ديالكم كنطالب الدراري انهم يتريتوا ويصبروا ويجتهدوا ويكون يقينهم في الله سبحانه وتعالى، ويكون على يقين الله ما كيضيع حتى شي واحد. بزاف ديال المشاهدين، طولت عليك اسمح لي يا حكيم، تيقول لك على ان الهضره ديالك على صواب، لكن تيقول لك على ان كاين بعض الناس ما عندهمش امكانيات، واش ضروري يدخلوا المدرسه باش يتريني، واش ضروري يكون عندهم شي مدرب خاص ولا يترينوا غير بوحدهم؟ وايا كاين كما قلت لك، كاين الحمد لله البلاد ديالنا فيها جمعيات بزاف، كاين جمعيات اللي غيكون واحد الثمن رمزي، ما غيكونوش دين واحد الثمن طالع، مازال مشيت تقيد في الوداد ولا في الرجاء ولا فريق اخر، كيكون عندك واحد الصومه طالعه. اما الا مشيتي واحد الجمعيه عاديه ديال الحي، راه كيكون جمعيات ما كيتكلفوش بزاف، يعني الانسان خصو يحاول يجتهد. وكما قلت لك راه كتلقى الناس بحالنا دابا، كما قلت لك ديك النهار ماشي كنتخلصوا من عند الناس كاملين، راه كاين الانسان اللي كيبان لك حاله ضعيفه ديالو ما يمكنش تخلص من عنده، راه كيجي كدير معاه المجهود. كنتمنى انا يلقى في الكارتي ديالهم ولا في البلاصه اللي ساكن هو ولا كذا، يلقى ناس اللي غادي يتعاونوا معاه. شي كلمه للشباب وكذلك الاولياء هذه الامور، شي كلمه شامله سي حكيم اللي انت دائما يعني شغوف بها وكتقول دائما، كلمه تشجيعيه. انا كنقول الانسان يصبر واليقين ديالو في الله سبحانه وتعالى، ويصبر ويجتهد، لان الاجتهاد ضروري، وكما قلت لك الصبر، والله سبحانه وتعالى ما غيضيع حتى شي واحد. الاباء راه كيديروا مجهود، انا كنعرف ناس بزاف كدير مجهود مع ولادها، كيبغيوهم يكونوا في واحد القمه، ولكن النصيحه اللي كنقول لهاد الناس هادو، راه ماشي كاع الناس غتلعب الكوره، راه يقدر ولدك يكون اطليت، يقدر يكون شي رياضه اخرى، وانت غادي معاه غير في الكوره كيصحاب الكوره اللي غادي يلعب، نو، غير يبقى في الدومين ديال الرياضه ويتريض ويكسب الصحه ديالو، وان شاء الله غيكون خير. غير اللي اجتهد كما قلت لك غادي يوصل، اللي اجتهد غادي يوصل، ما يبقاش يقول الانسان ديك الكلمه ديال احنا ضايعين ما كاينش معامل، هذيك هضره ما كاين، سي با لا بان. الانسان يحاول يجتهد هو من عنده، الا اجتهدتي كون على يقين كما قلت لك، كون تقريب الله، والله ما غيضيعك الله. شكرا بزاف، مرحبا.